صباح النشاط اليوم مع كوتش احمد، رح نشوف شو محضر لنا تمارين. صباح الخير كوتش. صباح الخير كوتش، كيف حالك؟ اهلا. تفضل. خلينا نبدا ورم اب. اليوم رح نشتغل تمارين عضلات البطن، رح نقوي عضلات البطن وعضلات اللور باك. انا كوتش احمد. نرفع اجرينا لفوق، رح نحمي شوي صغيره، نركض شوي، حركه ايدي تنتين لقدام، نرجع لورا، ستوب. رح اركض مرة يمين مرة شمال فوق، رح نشتغل على عضلات البطن كثير منيح اليوم. نشتغل على عضلات اللور باك اسفل الظهر، فاجرتها شوي، اخر وحده ستوب. رح امسك الدامبلز، كل شغلنا اليوم رح يكون بالدامبلز. رح ابدا مره يمين 8 مرات على الشمال ونبدل، 3 4 6. الاجر الثانيه فوق، 1 كمان واحدة، بإيد واحدة فوق رح أعمل كروس عكس بعض، طب الجهة الثانية فوق، 1. مو ضروري يلمسوا بعض إيدي وإجري، أهم شيء أحس بعضلات بطني عم بيشتغلوا. اخر وحده ستوب. رح اعمل هولد سكوات تحت، رح نعمل تويست مره يمين شمال، رح ننزل على الارض كمان شوي، رح نعمل تمارين للبطن وللور باك، لناخذ نفس قد ما بنقدر. بكوع ايدي مع ركبتي عكس بعض، حنزل مره يمين 8 مرات على اليمين ونبدل، 3 4 5 6 7. ستوب. بالعكس ايدي ضلها متنيه عكس بعض، اخر وحده ننزل على الارض كوتش بالدامبلز، نفس التمرين اللي عملناها. راح اعمل مره باليمين مره مع الشمال، ركبتي تكون متنيه، 2 8 9 ستوب. عكس، حط الدامبلز عركبتي من ورا، احاول اخلي ظهري يكون ثابت، ريت رح اطلع بالاجر لفوق ضلها متنيه، 1. التمرين حتقوي لنا عضلات اللور باك. ممتاز، احاول ظهري يضل ثابت، كمان وحده ستوب. رح نعمل الاجر الثانيه، ثبت الدامبلز منيح، اطلع لفوق، 1 2 3 4 5 6. ظهري ضل ثابت، 7 8 كمان تنتين، اخر واحدة ستوب. ارجع على ظهري، بيد واحدة رح اطلع كروس عكس بعض، 1. رح اعمل 8 تكرارات على نفس الجهة ونبدل، 3
أربعة خمسة ست سبعة. نعمل إيد الثانية. اثنين أربعة. ممتاز. خمسة ست سبعة. كمان واحدة. ستوب. ناخذ نفس. التمرين رح نعمله للور باك نفس الشيء، بس اجري رح تكون ممدود على الاخر. رح اطلع ستريت لفوق قد ما بقدر وانزل. واحد اثنين. اصابع اجري يكونوا مسدودين. خمسه. ظهري ثابت. سته سبعه ثمانيه تسعه. العكس. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سبعة ثمانية تسعة. ستوب. ناخذ نفس شوي صغيرة. ارجع على ظهري. بالدامبلز رح ارفع اجري لفوق. كون ستريت واطلع فوق قد ما بقدر. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. ستوب. رح اوقف الدامبلز قدامي. البلانك رح احاول اعمل تاتش قد ما بقدر، مرة باليمين مرة بالشمال. اهم تمرين بشد لنا عضلات اسفل البطن، عضلات اللور باك، تمرين البلانك. كمان تنتين. نفتح شوي ناخذ نفس. هون بحاول اطلع باجري كروس، ايدي مع اجري عكس بعض، مد للآخر. واحد اثنين ثلاثة. حاول ايدك تكون مسدودة على الآخر بس ارجعها. ستة سبعة ثمانية تسعة. كمان وحدة ثانية. واحد خمسة. ممتاز. تسعة. ستوب. رح نعمل تويست للأبس بالدامبلز. جاهز سكوتش فوق. حتى نحرك الخواصر وكل عضلات المعدة. عشرة. رح نعمل 30. شوي. جاسكوت. رح انام على ظهري كامل بس رح اطلع باجري التنتين مع بعض متنيين فوق ومد. واحد. احاول قد ما بقدر اني ما المس الارض باجري حتى عضلات بطني تضلها شاده. ثمانيه تسعه. ستوب. رح نعمل نفس التمرين بس رح يكونوا اجري ممدودين على الاخر. جاهز كوتش. رح اطلع باجري ممدودين فوق. واحد. نفس الشيء رح احاول اني ما المس الارض. سبعة. كمان وحدة. ستوب. على بطني رح اعمل ستريتشنج لعضلات البطن. اطلع لفوق. اسحب جسمي لجوا. ستوب. نطلع فوق. يعطيكم الف عافيه. ان شاء الله كل اللي اشتغلوا معنا يكونوا استفادوا. عملنا تمارين لعضلات البطن واللور باك. نرجع لك دانا. نرجع لك رندا.
يعطيكم العافية.